ميشيل مارتان حرة، لكن حريتها مشروطة، وهكذا ثبتت محكمة النقد البلجيكية العليا قرارا قضائيا صدر عن محكمة العقوبات التي وافقت على الإفراج عن ميشيل مارتان التي شاركت بجرائم زوجها السابق مارك دوترو قاتل ومحتجز الأطفال. جورج أنري بوتييه محامي والد الطفلة الضحية جولي يصف قرار المحكمة بالغموض. منذ 16 عاما والضحايا يجهلون الدور الذي لعبته هذه المرأة في هذه الجرائم. لقد كذبت عدة مرات ولم تدل على أي أمر يعطي تفاصيل عن دورها. أما والد الطفلة الضحية جولي فيقول إن هذه المرأة تشكل بماضيها خطرا على المجتمع، وخرجت من خروم الشبكة مستخدمة القانون البلجيكي الذي سمح لها بطلب الحرية المشروطة. ميشيل مارتان ستستقر في دير للراهبات قرب بروكسل، حيث ستعمل 4 ساعات يوميا، ومحاميها يدعو المعنيين بالقضية إلى ضبط النفس مضيفا: عدة أشخاص كانت لهم تجربة لقاء السيدة مارتان خلال تمضيتها لعقوبتها، وأعلن هؤلاء الأشخاص عن استعدادهم لتأييد برنامج تأهيل لميشيل مارتان التي تحاول جاهدة التكفير عن ذنوبها. في منتصف شهر آب أغسطس حصلت مظاهرات في بروكسل تنادي بإصلاح النظام العدلي في بلجيكا، ومن المحامين من طالب باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإسماع أصوات الضحايا. أودري تيلف التي واكبت أعمال المحكمة العليا في بلجيكا تفيد أن المعنيين بهذه القضية يرون في الإفراج عن السيدة مارتان ضعفا في القضاء البلجيكي، بينما وزير العدل في بلجيكا يقترح تعديل قوانين الإفراج المشروط عن المحكومين.